ما حكم التورق يا شيخ عبد الله المصرفي عن طريق البنك بواسطة المعادن أو الأرز ونحوهما؟ التورق يا إخواني نوع من أنواع البيوع، وهو نعمة من الله تعالى، والذين يحرمونه قليل جدا، يعني الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم يبيحون التورق، كلهم يبيحون التورق. والتجارة الآن يا إخواني أصبحت عالمية، والناس في حاجة الآن يتبايعون يشترون الآن بالزر. أنت الآن جالس في بيتك، ادخل تطبيق أي بنك واطلب تورق ولا تأجير مع الوعد، واطلب خلال يمكن دقائق يخلصون أهلك. صحيح. الأمور يعني صارت سريعة جدا، صارت تقنية، صار ما عاد أحد يستطيع يلعب. يعني التلاعب الآن ما زال العلم الحديث يحكمه، يضبطه، يضيق منافذه. فيا إخواني يعني التورق المصرفي سواء كان رز أو معادن أو زيت النخيل اللي في ماليزيا أو أي شيء آخر من البضائع فلا بأس بذلك إن شاء الله.